تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تعرضت أماكن في منطقتي الحمرية والحميدية في ريفي القنيطرة الشمالي والأوسط لقصف من قوات نظام الأسد، ترافق مع سقوط مزيد من القذائف التي أطلقتها الفصائل على مناطق في بلدتي حضر وخان أرنبة. وتسبب القصف المتبادل بأضرار مادية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، مسجلة بذلك مزيدا من الخروقات لهدنة الجنوب السورية. حذرت الولايات المتحدة من عواقب وخيمة إذا سيطر إرهابيون مرتبطون بجماعة لها صلة بجناح تنظيم القاعدة في سوريا سابقا على محافظة إدلب. وقال أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن السياسة في سوريا إن الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام وتصدرته جبهة النصرة سابقا والتي كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا عزز سيطرتها على المحافظة ويعرض مستقبل شمال سوريا لخطر كبير. أفاد مصدر عسكري عراقي بقتل 12 فردا من تنظيم داعش خلال ضربة جوية نفذتها طائرات قوات التحالف الدولي عند محاولتهم مهاجمة منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. وقال المصدر إن طائرات التحالف الدولي قصفت أمس رتلاً كان قادماً من صحراء عكاشات غربي العاصمة بغداد متجهاً إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، ما أسفر عن تدمير أغلب عجلات الرتل. أحبطت قوات الشرعية في اليمن هجوماً شنه الحوثيون على مواقع القوات في عقبة ثرة في بلدة مكيراس في أبيان. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية في جبهة ثرة إن القوات الشرعية تصدت لهجوم شنه الانقلابيون على مواقع تابعة لهم، لكن القوات الشرعية تمكنت من صدهم. نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة تقارير إخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن. وأكد المصدر أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة. أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء اللواتي يعانين أمراض اللثة يواجهن خطرا أكبر بالإصابة بعدة أنواع من السرطان وخاصة سرطان المرئ والثدي. وأظهرت الدراسة أن تاريخ ظهور أمراض اللثة كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 14%. وكشف الباحثون أيضا عن خطر أعلى بكثير للإصابة بسرطان الرئة وسرطان المرارة عند النساء اللواتي يعانين أمراض اللثة. نهاية الموجز، في أمان الله.